تكنولوجيا الحروب، آلة الحرب الأكثر فتكاً عبر التاريخ. الحروب موجودة طوال التاريخ البشري، وعلى الرغم من سلبياتها فقد نشأت بعض من أعظم التطورات التكنولوجية بسبب الابتكار في زمن الحرب. إذا نظرنا إلى الوراء على مدار سنوات من النزاعات المسجلة، هناك بعض الآلات التي تتمتع ببراعة هندسية بدرجة لا تصدق، فهي تعد من أكثر الآلات التي صنعت إعجاباً على الإطلاق. إليكم خمس آلات حرب الأكثر إثارة للإعجاب على مر التاريخ، ابقوا معنا. LCAC تعني الوسادة الهوائية للمركبات، وهذه الآلات عبارة عن سفن عسكرية كبيرة بشكل أساسي، يمكنهم التنقل بسهولة فوق الماء والأرض، وتستخدم لنقل القوات والمركبات العسكرية. LCAC مبنية على الطراز الروسي، وشهدت أول حركة في عام 1988. هذه الفئة من السفن هي الأكبر في العالم بأسره، حيث تم نقل 150 طناً من البضائع. يتراوح طول الماكينة المذهلة 300 ميل، بينما يمكن تخزينها أيضاً في أسفل السفن البرمائية لنقلها لفترة أطول. الأورال. قامت الأورال التي طورها الاتحاد السوفيتي بالقرب من نهاية الحرب الباردة بدور القيادة المركزية لجميع الأسطول البحري للاتحاد السوفيتي. بنيت السفينة عام 1989 بطول 78 قدم وبوزن 36 ألف طن، هذا مشابه لحاملة طائرات صغيرة. كانت السفينة مزودة بمفاعلين نوويين قادرة على مراقبة جميع أسطول الاتحاد السوفيتي من الميناء. نظراً لحجمها المذهل، كان الرصيف البحري العائم هو الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تتمركز بها السفينة، حيث تأتي الإمدادات من سفينة صغيرة. تم إيقاف السفينة في عام 2001، ولا تزال السفينة واحدة من أكبر الإنجازات البحرية الروسية في كل العصور. هيليوبوليس. وشملت أكبر محرك للحصار التي شيدتها أي حضارة، يطلق على هذه القلعة المتنقلة هيليوبوليس. 3400 رجل على استعداد للهجوم، حيث يبلغ ارتفاعه 130 قدماً وبعرض 65 قدم. سمح السلسلتان من أربع عجلات للهيكل الضخم بالتحول ببطء إلى المعركة. كان محرك الحصار يعمل تماماً في البداية، ولكن سحب لاحقاً من المعركة عندما تعرضت اللوحات المحمية من الحديد على جبهة للتلف. غوستاف. صمم هذا المدفع من قبل النازيين في الحرب العالمية الثانية، وكلف غوستاف غون لتدمير جدار طويل من الحصون الفرنسية على طول الحدود الألمانية. إنه أكبر مدفع صنع على الإطلاق، يزن المدفع 1344 طناً، ويعمل من خلال طاقم مكون من 500 فرد. عندما يتم تحميلها واستهدافها بالكامل، يمكن للمدفع ضرب أهداف بدقة تصل إلى 29 ميلاً. لعب غوستاف دوراً رئيسياً في الحصار المفروض على سيفاستوبول، لكن الولايات المتحدة ألقت القبض عليه لاحقاً، وكذلك جيش في انتصار حاسم. سيميوركا. تواصل الصواريخ البالستية العابرة للقارات تهديد سلامة الكثيرين حول العالم. الأول في العالم تم تطويره من قبل الاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة. شهد صواريخ سيميوركا لأول مرة في عام 1959،
وكان إنجازاً مثيراً للإعجاب في تكنولوجيا الصواريخ. على الرغم من كونها على أحدث التقنيات، فقد تطلب الصاروخ أكثر من 24 ساعة للتحضير لإطلاقه، ولا يمكن تركه باستمرار. يعني نظام الوقود المبرد أنه لا يمكن أن يظل نشطاً إلا لبضع ساعات. ومع ذلك فإن R7 كان بمثابة عامل تخويف رئيسي في الحرب الباردة، مما اضطر الولايات المتحدة في نهاية المطاف لتطوير تكنولوجيا الصواريخ العابرة للقارات الخاصة بهم. ويظل مخطط التسليح وتطور تكنولوجيا الحروب بينما أنت تشاهد الفيديو. عزيزي المشاهد، أعتقد أنه حان الوقت للإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. شكراً لكم على المشاهدة.